رواف مقعدي في الصورة. في الفترات والسنوات الأخيرة نادي الفيحة البرتغالي، نعم نادي اللي يقدم نفسه من ضمن من جانب لاعب نادي الفيحة في كرة النمر على مستوى دوري المحترفين. هذا هو نادي الفيحة واحتفالية التهديف، وأيضا دقة وحسن التصرف للاعب العيسى. كرة وإبعاد، رواف مقعدي في الصورة، واحد من الفتح وأبها والاتفاق الوحدة والفيحة مع المباراة الحالية سوف والرغبة أعلى من جانب نادي الوحدة فرسان مكة في هذه الدقائق المبكح. وشهدت المباراة عدة قرارات، شوف الضغط الموجود في اللقطة، محاولة عدم إخراج الكرة، لكن شوف الهدوء والخبرة في الموسم الماضي في دوري المحترفين. لكن في هذا الموسم الفريق عليه بشكل مستمر على مستوى دوري المحترفين في الموسم الماضي، كان الثقة موجودة من جانب اللاعب محمد ديواني في اللقطة الماضية. شوط أول استطاع مدرب نادي الوحدة التحكم به. يا سلام يا سلام، نادي الوحدة يقف بشكل ممتاز في ملعبه، صعب. انتهى شوط المباراة الأول بتقدم نادي الوحدة 2-0 في دوري روشن، وخسارة 2-1 أمام الفيحة 2-0 أمام نادي الفيحة هنا في المجمع. رابعة جانبية، الحربي في كرة، سلطان يلعب الكرة، الضغط موجود، خطف أول لقب وأول بطولة جديدة للأندية. موسم القادم صعب الأمور. إي والله، ذهبت الكرة إلى ضربة مرمى. إلى الآن أداء الفيحة أداء تتمرر في المساحة خطيرة للكعبي، عرضية لكن تذهب إلى ضربة مرمى. يلعب أمام فريقه السابق، يحاول دائما بعض النجوم كرة القدم. موسم القادم 20 نادي، موسم الحالي 7 أندية. التحدي بيكون كبير. برافو من جانب البرتقالي للكرة الماضية، وبرافو من جانب حارس المرمى التصدي وإبعاد الخطر من مرمى. يعدي تصطدم في المدافع، الكرة تكون ما زال قريبة منه، يستفيد منه يحرز هدف. هذا اللي سواه كعبي، خطيرة للسفري. يلعب الكرة والتمريرة خاطئة، التمريرة تسديدة تتشال وتضحية كبيرة من جانب الدين. يلعب الكرة جميلة جميلة، يا سلام يا سلام، الكرة لو عدت من جعب وليد هوساوي. كرة خلف الدفاعات على طول عسيري، وأيضا حسين العيسى نجوم الشوط الأول.